ابو خالد استاذ محمد البكيري اليوم حمد الله مزاجه عالي. ماذا لولا يرفع الايقاف عن حمد الله؟ ايش كان حال الاتحاد اليوم؟ حقيقه بالطريقه اللي يعني الفوز حقكم اليوم مع الشكر لمركز التحكيم السعودي يعني ولا والله مش شكر لحمد الله حقيقه. حقيقه اللاعب ذا يعني فرق في الحلول الفرديه له اليوم، لانه اليوم في مشكله في فريق الاتحاد لا زال يعاني منها. انا اعتقد انه كل المشكله الكبيره هذه قاعد يعاني منها الاتحاد هي سوء الحظ في الطالعه الهجوميه. هذا واحد. ليه؟ لانه طريقه المدرب هي يحسب له حقيقه طريقه ايجابيه ممتازه في المنظومه الدفاعيه وكل شيء، لكن في الطريقه الهجوميه يعني لو تشوف الفريق الاتحاد في الشوط الاول اضاع في اول 20 دقيقه يمكن 3 أهداف محققه قبل يجي الهدف الاول، فكان هذا سوء الطالع يشكل احيانا ضغط كبير على فريق الاتحاد. فطريقه المدرب فيها مشكله، يعني هذا اذا حسبنا الغيابات ولا حسبنا الاصابات ما ننقص من عمله وكل شيء. لكن اول شيء مع هذا الحافز القليل في التسجيل يدفع او يعطي دافع ومطمع للفريق المنافس انه يسجل. هذا شيء ثاني. شيء يديك انت كفريق جهد عالي اكثر من المطلوب منك في منظومتك الدفاعيه، فهذا يسبب ايضا مشاكل عضليه عندك. كان انا الحقيقه ماخذي بس فقط على المدرب انه بعد اصابه روما كنت اتوقع انه مع الضغط الهجومي اللي هي في خلال ال 20 دقيقه العالي لفريق الاتحاد واظهر الارباك بشكل كبير على فريق الخليج لولا براعه الحارس في انقاذ المرمى باكثر من مره، كنت اتوقع نزول كمارا عنصر هجومي في استمرار هذا الضغط الهجومي العالي جدا. لكن انه اللي ياخذ عليه التحفز الدفاعي او الحذر الدفاعي المبالغ امام فرق متوسطه، سواء كانت اللي يلعب مع العداله ولعب مع الاتفاق ولعب مع الرائد واليوم لعب مع الخليج، كلها يلعب بدفاع مبالغ في حالات كثيره من اوقات المباراه. كنت اتوقع استمرار الحاله الهجوميه بنزول كمارا والضغط على فريق الخليج والحصول على هدف ثاني، ربما يكون في تغيير في الشوط الثاني واللعب بالحذر الدفاع المباري. لكن من وقت مبكر انك تلعب بطريقه دفاعيه مبالغ فيها امام فريق الخليج، فاعتقد ان هذا اعطاهم فرصه اللي هي ادام الدافع اللي اقول هي اطمع المنافس في الحصول على تعديل النتيجه، لانها مجرد هدف واحد. فهذه واحد المآخذ اللي تاخذ على المدرب ولا سواء على عناصر الهجوم، لانه كمان ايضا المشكله الاخرى لا مو فقط نحمل المدرب الجزئيه الهجوميه، لكن نحمل اللاعبين ايضا بعض اللاعبين المهاجمين في فريق الاتحاد، سواء الانانيه ولا الرعونه. الرعونه ظهرت في اكثر من هدف في الدقائق العشرين الاولى، وعفوا الرعونه اللي ظهرت في العشرين الاولى، وايضا الانانيه ظهرت في كوره مثلا زي كوره كورنادو انفراده بالهدف تقريبا كان الهدف الثالث مع تمركز حمد الله بشكل واضح امام المرمى، مع ذلك حاول يسدده هو بطريقه فرديه. فهذا لازم تحلحل هذه المشاكل، مع المشكله الرئيسيه هي الاتحاد عنده مدرب، عنده فريق، عنده عفوا لعيبه محترفين ممتازين، مشكلته كانت هي في البداله، فما بالك لما يكون في اصابات. فهذا يمكن يشفع احيانا للمدرب التغاضي هذه، لكن لما نشوفها بعد كذا في مباريات اخرى كيف الطريقه مع فرق اكثر هجوميه كيف حيكون تعامله.